اسمه it. It function takes two arguments. أول argument اللي هو ال description لهاي unit test, وتاني argument اللي هي ال actual unit test. فأنا عندي هون the tested unit. اليونت تاعتي هي مجرد function لا أكثر ولا أقل, اللي هي function اسمه sort array. أنا بدي أتأكد إذا هذا الفانكشن بيشتغل زي ما أنا بدي إياه يشتغل. فبعطيه الانبوت اللي بده إياه اللي هي مجرد array of numbers, أوكي, وباخذ الاوتبوت. وهون I assert وبتأكد إنه الاوتبوت اللي بعطيني إياه هو زي ما أنا متوقع. فخمسة ثمانية واحد أنا متوقع إنه لما يسوي لها sort ويرجع لي الاوتبوت, أنا بتوقع إنه هذا الـ output يكون equal 1.58. إذا كان equal 1.58 the test is passed. غير هيك بعطيني failure للتست. أوكي, بس هيك هاي overview يعني لunit test عشان تتصور يكون عندكم, لما نحكي عن unit test يكون عندكم تصور عن إيش بحكي. يعني هو مجرد code that test your code. طيب إحنا ليش بدنا نكتب unit test؟ أو شو الهدف وشو الفوائد؟ أهم فائدة وأول فائدة اللي هي automation of testing process. تخيلوا لو إنه كل التستنج للفانكشنز هاي بدنا نعملها manual testing, قديش راح يكون الإشي صعب وقديش راح يضيع الواحد وقت عليها. تاني شغلة مهمة, make big changes to code quickly. مثلا لو واحد عنده كود أو feature من زمان عاملها من شهر من شهرين, ناسي اللوجيك, ناسي ايش بالضبط بتسوي, بده يضيف عليها فانكشناليتي زياده, فبيقدر بسهوله يجي يضيف الفانكشناليتي هاي الزياده, يضيف الفيتشر تاعته ويتاكد انه هو ما خرب اشي قديم بمجرد انه بيسوي رن للتست تاعينه وبيتاكد انه كل شيء تمام. اذا في اشي من التست القديم فشل او didn't pass راح يعرف على طول وين المشكله. وبرضه بديمه بنشوف كيف انه كيف بعطيه كيف التست رانرز رح نستخدمه رح يعطينا المشكله بالضبط وين. فهيك بوفر علينا برضه اذا كان في مشاكل بوفر علينا الديبوجينج تايم وبعطينا وين المشكله بالضبط. وكمان شغله منيحه يعني باليونت تيستينج اللي هي الدوكيومنتيشن. رح نشوف كيف انه لو انك انت بتكتب يونت تيست بطريقه صح وبتعطي الديسكريبشن الصح, كيف انه هو راح يكون عبارة عن documentation لكودك. فبدل ما تروح على الكود تفهم شو بيسوي, بتقدر تروح على unit test وتقرأه وبتفهم بالضبط شو بيسوي. يعني بالمثال اللي هون اول اشي احنا فاهمين بالضبط شو بيسوي هذا الفانكشن sort array من description ومن الانبوت ومن الاوتبوت. اوكي, هلا شفنا كود اليونت تيست قديش هو بسيط وسيمبل, فيش فيه اشي معقد. هو مجرد انك انت بتتاكد من انك بس تستدعي فانكشن وتتاكد من الاوتبوت, هذا في ابسط حالاته طبعا. بس شو الاشي الصعب في اليونت تيست؟ مش كتابه اليونت تيست نفسها, الاشي الصعب اللي هو انك تكتب كود يكون تيستابل. هل الكود تاعك تيستابل بحيث انك تقدر تكتب يونت تيست له؟ في كتير في عده شغلات تعتمد على الاشي هذا. أول شغلة من التستابلتي اللي هي الديبندنسز. عندك فانكشن مثلا بدك تعمل له تيستينج, هذا الفانكشن له ديبندنسز, مثلا بيحكي مع داتابيس مع ويب سيرفر. أنت لما تيجي تعمل له تيستينج ويفشل التست, أنت مش راح تعرف التست فشل لأنه الفانكشن تاعك فيه مشكلة ولا لأنه الديبندنسي اللي معتمد عليها الفانكشن هي اللي فيها المشكلة. فإذا أنت ما بتقدر تتحكم بالديبندنسز تاعون اليونتس اللي عندك, انت كودك مش تستابل, مش راح تقدر تكتب يونت تيست له. كمان شغله اللي هي قضيه السيبريشن اوف كونسيرنز. لما تكتب كودك بده يكون بطريقه او ستايل معين, انه كل فانكشن له وظيفه معينه, مش تيجي والله عندك فيتشر تحط كل الفانكشنز اللي بالفيتشر هاي بفانكشن واحد. يعني مثلا عندك فيتشر انك تجيب داتا من الداتابيس تسوي عليها سورت وتعرضها على الدوم, مش راح نيجي نكتب غلط انه نيجي نكتب فانكشن واحد يسوي كل الحكي هذا. لانه لو انا بدي اجي اعمل تيستينج او يونت تيست لشغله انه هل هو بيعمل سورتينج, مش راح اعرف اذا الفانكشن او اليونت تيست فشل بسبب انه والله الويب سي والله الدوم فيها مشكله ولا السورتينج اللي فيه مشكله. فهي كمان شغله في التستابيليتي. اوكي, عندي هون مثال لكود هو سودو كود اكشلي اوبجكت اورينتد عشان الكل يفهم طبعا.
خلينا نشرب ماي. كل شيء واضح لهلا، في شيء مش مفهوم انا ممكن يتوه الموضوع شوي وما اعرفش. كل فاهم يا كل مش فاهم مش عارف. تفضل. هذا اوكي راح نيجي لقدام اورجيك بالضبط ايش هو هذا السنتاكس. هو اتس جافا سكريبت فانكشن، بس من وين جاي هلا راح نشوف. اوكي باليونت تيست فايلز. في فايل بالضبط، في فايل سيبريتد. بالفايل هذا يو انستانشيات الكلاس اللي بدك انت تعمل عليه تيستينج، وبتستدعي ميثودز من هذا الكلاس وبتعمل تيستينج ويو اسيرت على هذا الكلاس. اوكي بناء على اللي حكيته قبل شوي في قضيه تيستابيليتي، حكيت شغلتين اللي هي مشكله الديبندنسيز ومشكله السيبريشن اوف كونسيرنز. عندي هون كلاس اسمه داتا مانيبيوليشن وفي كونستراكتر. الكونستراكتر هلا مين بيقدر يحكي لي شو الديبندنسيز اللي للكلاس هذا؟ الدوم والويب سيرفر. ممتاز. الدوم والويب سيرفر، انا لما اجي اعمل انستانشيشن لهذا الكلاس اسوي اوبجكت منه، هل بقدر اتحكم شو السيرفر وشو الدوم اللي اي باس ذم؟ يعني في عندي هون مشكله في الديبندنسيز، فبالتالي شغله الكونستراكتر هون انا عندي راح يخلي الكلاس مش تستابل، لانه انا مش قادر اتحكم في التو ديبندنسيز هدول. فشو بتتوقعوا حلها هاي المشكله؟ واحد واحد. هل ماله بالضبط نبعته از بارامتر وي انجكت دوز ديبندنسيز على الكونستراكتر، فبصير هيك. هلا انا عندي هون صار في الماي سيرفر جيتس انستانشيتد فروم ذا كونستراكتر، ونفس الشيء الدوم. فهون انا بقدر لما اجي اعمل تيستينج لهذا الكلاس ما 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 اعطي الكلاس الريل بارامترز هذول، لان انا هذول ديبندنسيز ما بهمني اتستهم، لهم تيست لحال، انا بهمني اتست الاكشوال ميثودز الموجوده هون. فانا ما بعطي، مش راح اجي اعطي ريل سيرفر وريل دوم، راح اجي اعطي شيء اسمه موك اوبجكت لهذول التو اوبجكتس. الموك اوبجكت بدي اعرفه بسرعه واللي مش راح يفهمه بورجيه في مثال. الموك اوبجكت هو عباره عن اوبجكت كونفيجر بطريقه معينه عشان يخلي التست تو باس، عشان يخلي الفانكشن تو باس التست. فهو انا مش راح اعطي الريل اوبجكت، راح اعطيه موك اوبجكت. والمفهوم مش راح يفهم كمان شوي. اوكي شوي. الشغله الثانيه اللي حكينا عنها اللي هي separation of concerns. لو بتلاحظوا انا عندي function اسمه get data sorted and update dom. لو بدي اجي اتست هذا اعمل testing لهذا الfunction، اعمل testing لشغله معينه مثلا للsorting ويفشل هذا التست، هل يعتبر الfunction تاعي testable؟ ليش؟ بعمل اكشلي ثلاث شغلات. فمش عارف لما يفشل هو فشل لانه مش عارف يجيب داتا من السيرفر، ولا مش عارف يسوي سورت، ولا مش عارف يسوي ابديت. سو هون بيجي السيبريشن اوف كونسيرنز بالكود تاعي. هيك الوضع اروع بكثير طبعا. فصلت الفانكشن، عملته 3 فانكشنز او 3 ميثودز، واحد بيسوي جيت داتا فروم سيرفر، وواحد بيسوي سورت، وواحد بيسوي ابديت. فهيك كل واحد من هذول بقدر اعتبره يونت و I test it on its own يعني. اوكي طبعا مين لاحظ انه كون انه كتبنا نكتب يونت تيست اضطرينا انه نغير في الستركشر وفي الستايل. فاليونت تيست هون جبرنا انه نكتب well structured style للكلاس تاعنا، فهي كمان بنفت ما حكيناهاش اول اشي. اوكي بدي احكي عن يونت تيستينج وذ ان انجولار، بس اشرح لكم الموضوع شوي. احكوا شوي مع بعض مش عارف. حكينا انه مشكله اليونت تيستينج هي التستابيليتي. So بالانجولر نشوف كيف الانجولر راح يحل لنا هاي المشكله، او مش يحللها، يحلها 100%، راح يسهلها علينا كثير. اول شغله بالانجولر اللي هي حكى عنها فارس ابو سعد اللي هي الديبندنسي انجكشن.
الديبندنسي انجكشن بيجبرك انه لكل كنترولر بدك تعطيه ديبندنسي تو باست ان ذا ارجومنتس اوف ذا فانكشن. اذا بتحبوا اورجيكم او اذكركم يعني انكم شفتوا الحكي هذا. هدول هم الديبندنسيز تاعي. فانا لما بدي اجي اكتب يونت تيست بضطر اني اعمل انستانشيشن للكنترولر هذا وبقدر اني اتحكم بالديبندنسيز تاعينه عن طريق انه اعطيه موكس لهي الديبندنسي عشان نمشي التيست. اوكي سو شغلة الديبندنسيز هي المهمة اكتر اشي يعني بميز الانجولر في اليونت تيستينج. وكمان شغلة الانجولر يعني معطينا زي في سيرفيس اللي حكينا عنها الصبح اللي هي الاتش تي بي سيرفيس اللي بتحكي مع الباك اند. برضه الانجولر في عامل موديول اسمه ان جي موك. في عده سيرفيسز هم اكشوالي موكس لسيرفيسز اوريدي موجوده زي الاتش تي بي باك اند سيرفيس. هي موك للاتش تي بي سيرفيس اللي بدنا نستخدمها فبتسهل علينا اليونت تيستينج. ممكن اورجيكم مثال اذا ضل وقت للموك باك اند. اوكي التولز اللي راح نعمل عليهم ديمو اللي هي هم بدي احكي عن شغلتين اللي هي الكارما اللي هي التست رانر اللي بتشغل التست. بيسكلي الكارما بتسوي شغلات هاي انه اول اشي بتفاير زابا سيرفر لوكالي طبعا بتلود الابليكيشن عليها وبتلود اليونت تيست عليها وبتعمل رن لليونت تيست وبتعطينا الفيدباك للتيست. وهذا الحكي كله بيصير بسرعة وهلأ بنشوف بالديمو كيف رح يصير بسرعة. تاني شغلة اللي هي الجازمين اللي هي اليونت تيستينج فريمورك هو اللي بنكتب فيه هو رح يكون فيه الفانكشنز اللي بسوي عليهم assert و expect certain values عليهم. وخلينا ندخل شوي بالسنتكس تاع الجازمين. هذا كله جازمين فانكشنز they are basically JavaScript function هم بس الجازمين بعطينا الفانكشنز هذول. أول شغلة الدسكرايب فانكشنز هو بس هدفه انه نسوي جروبينج ليونت تيست جواته. فأي يونت تيست ريليتد it's a good practice to place the unit test inside of a single describe function. اوكي فعندي هون الدسكرايب فانكشن أول إشي بقول لك sorting the list of users. فعندي تو يونت تيست كل واحد بسوي اكشوال سورتينج بس فيهم اختلافات. ندخل على اليونت تيست الاولى بقول لي ات والديسكريبشن تاعها شود سورت ان ديسندينج اوردر. بعطيها الانبوت بعرفها انا من عندي واي باس ات تو ذا اكشوال يونت اللي بتسوي عليها تيستينج وبقول له ديسندينج لأن الفانكشن باخذ 2 arguments actually واحد الاري واحد ال sorting order. وبقول له I expect the output بتاع هذا الفانكشن to equal الترتيب هذا. اوكي ليش؟ لأنه descending. والكارما راح تعطيني الفيدباك انه هل هذا الفانكشن did this function pass the test or not. نفس الاشي ال unit test الثانية بس هون بقول in ascending و I assert انه ال output equal هيك. فهذا بس عشان اوضح لكم تكون فاهمين شو الجازمين functions اللي راح نستخدمهم اكتر اشي. هلا لاحظوا انه في عنا ممكن مرات يكون بين related unit test في button تنعاد نفس زي ما هي. هون يعني ايش الوحيد بنعاد اللي هو تعريف اليوزرز انه هون نفس تعريف اليوزرز هون. فراح تكون شغلة حلوة لو انه في طريقة انه نعرف هذا الكود باتن نعرفه محل واحد ويكون متوفر لبوث فانكشنز. وقص وات في اشي هيك اللي هو ايش اسمه before each. هذا بتنفذ before each function. فاول ما يجي الكارما راح يجي ينفذ before each. اوكي راح يجي بعديها على اول تيست بنفذه بعديها مش هيدخل على it راح يدخل على before each يرجع كمان مرة ويسوي redeclaration او reinitialize لليوزرز array وبدخل بعديها على التيست الثاني. وفي كمان شغلة بس يعني جزء مش مستخدمة زي before each اللي هي after each اللي هي gets executed after each unit test.
كل شيء واضح لهلا؟ ممل للموضوع ولا؟ هذه للجافا سكريبت بس. يس. التست اون الجافا سكريبت كود. صحيح. اوكي خلينا نعمل ديمو سريعة. This line wait. في وايد. اوكي. غير الكي واي ها. اوكي حكينا الصبح عن السيرفيسز واضح انه هاي سيرفيس هي فاكتوري بس اتس اكشلي ا سيرفيس يعني بنسميها سيرفيس فيها ال خلينا نعتبر انه هذا الاوبجكت تاعها وهذا هو الميثود اللي نسوي عليها يونت تيست فعندنا مثل اسمها سورت اري تاخذ تو باراميترز اللي هي الاري والاوردر تاع السورتنج وبتشيك انه اذا السورتنج اوردر اسندنج then sort in ascending manner اذا descending سوي العكس وبترجع الداتا فبدنا نعمل تيستينج لهذا هاي الميثود اوكي حكينا انه في تيست رانر اسمه كارما فهلا بدنا نشغله نشغله في عندي انا في الجرانت حكينا الصبح عن الجرانت في عندي اوكي رح نحكي عن جرانت جرانت فيه تاسك اسمها كارما فبدي اشغل الكارما عن طريق الجرانت واللي مش فاهم الجرانت رح نحكي عنه كمان شوي نشغل الكارما اوكي نشوف اول اشي اتفايل زبا سيرفر لوكال هوست 8080 بعدين بشغلت البراوزر البراوزر اللي انا منقيه في الكونفيجريشن تحت الكارما اسمه فانتوم جي اس بقدر طبعا اغيره واحط كروم او فايرفوكس بعدين رجع لي فيدباك عندنا فيدباك للاسف في ايرور بقول لي انه داتا مانيبيوليشن شود سورت اري ان ديسندينج اوردر فيلد اكسبكتد 581 to equal 851 فنيجي نرجع على اليونت تيست تاعتنا بالكيس هاي لما يكون في فيلير راح يكون يعني تو اوبشنز عندي يا اما المشكله في اليونت تيست يا اما المشكله في الكود تاعي اوكي نيجي نشوف هون حكالي نرجع على الايرور سوري حكالي داتا مانيبيوليشن شود سورت اري ان ديسندينج اوردر داتا مانيبيوليشن نرجع على اليونت تيست بقرأ هيك data manipulation service data manipulation should sort array in descending order failed expected 581 to equal 851 يعني الداتا دخلت وطلعت ما صارش فيها اشي ففي مشكلة عندي في descending نرجع على actual method descending عندي هون لو نلاحظ في spelling غلط اللي هي السي بالضبط فأنا هون عطول عرفت أعمل ديباج أو مش أنا اللي عمل ديباج أكشن الكارما عمل لي ديباج وعطاني بالضبط وين المشكلة وشو الإرور وأنا بسهولة بقدر أجي أصلحها فهيك قديش وفر علي وقت لما يصير في باجز عندي زي هيك قديش بوفر علي وقت في التستينج والديباجينج ما خلصت أوكي كل نرجع نسوي رن للتست في عندي مشكلة مش مفروض هاي مش مخطط لها يعني اوكي بس ما خلصنا يا رب يشتغل طبعا انتم متخيلين شو اللي صار هلا يعني الشيء اللي صار كتير كبير جد يعني انه يجي يلود ابلكيشن ويجي يعمل تيست لكل فانكشن تقدر انت تعمل تيست لكل فانكشن يعني بثواني بس يعطيك الفيدباك صراحه شيء كتير مرتب يعني لا علاش مني في وقت ولا خلص خلص اوكي كان في كمان ديمو مش مشكله questions
developer, yes. يعني most cases developer. لأنه هو نفسه لأنه هاي الـ unit test تعطيك طريقة إنك تسوي design للfunction تاعك. وتعطيه طريقة إنه شفنا كيف إنه لما جينا كنا unit test للكلاس تاعنا اضطرينا نكتب الكود تاعنا بستايل well structured readable reusable كمان. اوكي فاه موست كيس الديفلوبر نفسه هو اللي بكتب الفيتشر هو نفسه اللي بكتب اليونت تيست. طبعا ممكن الناس يعني يحكوا انه هذا تضييع للوقت وفيش داعي, بس هو اكشلي لما تيجي تكتب يونت تيست وتبلش تكتب يونت تيست راح تلاحظ انه انت بتضيعش وقت كثير باليونت تيست. يعني تيجي تكتب فيتشر بتقعد عليها ساعه, اكتب اليونت تيست اللي بتقعد عليها 5 دقائق مش اكتر, لانه فيش لانه اليونت تيست فيش فيه لوجيك, فيش فيه اف ستيتمنت, فيش فيه فور لوبس, فيش فيه وجع راس. هو بس انه نادي فانكشن اكسبكت ا فاليو That's it. وطبعا على الوقت البعيد راح يوفر كتير وقت في الديباجينج. اوكي تفضل. اكثر من شو؟ اوكي اه شفنا كيف الفانكشن اللي هو الاسندنج والديسندنج. هاي هون عندنا اكثر من تيست كيس لنفس الفانكشن. صورت أري واحد ascending والكاس الثانية واحد descending. فهي آه كل واحد من function كل واحد من فصلة. آه بس هو مظبوط. آه هلا إذا مضبوط. طيب عيد كمان سؤالك. سؤاله بيحكي انه انا اذا بدي زي المثال عندنا انه اجيب داتا من ويب سيرفر, فممكن يصير المشكلة في الويب سيرفر مش هقدر اكمل التست. مظبوط. مظبوط. بدك تعمل تيست انه هل الداتا ما هو بالضبط. عشان هيك كل فانكشن حطيناه لحال ولا كل فانكشن في يونت تيست. فالويب سيرفر له فانكشن لحال والسورت له فانكشن لحال, فكل واحد له يونت تيست لحال. اه لا كل واحد لحال توتال سيبريشن. يعني عندنا سياره بدنا نعمل عليها تيستينج, بدنا نعمل تيستينج للموتور. اليونت تيست اللي هو من تيست الموتور من تيسته هو مفكوك من السياره ملوش علاقه. اوكي يعني هذا هو عكس الانتجريشن تيست. الانتجريشن تيست له تيست لحال, له شيء لحاله, له تكنولوجيز لحالها. هون يونت تيستينج بس بالضبط نفس الطريقه اللي بتوصل للاكشوال كنترولر. يعني انجلر بعطينا مجال انه هلا بورجيك. اه خلاص اوكي. يعني انجلر بتعطيك طريقه في اليونت تيست انك تعمل انستانشيشن للكنترولر زي ما الانجلر بيعمل انستانشيشن للريل كنترولر. فاهم علي؟ ويو كان باس ديبندنسز. لو انه كان في وقت كان ورجيت ديمو على الشغله هاي بس مش وقت. فانه نفس الطريقه يو كان انستانشيت كنترولرز. اتس ا كلاس افتر اول. بيعتمد على اللايبرز. انت بتقدر تبني يور اون موكس, مش شرط تجيب موكس. بتقدر تبني يور اون موكس مش قضيه هاي. ديبندنسي انجكت ماله باخذ الاوبجكتس اللي بدك اياها مش مشكلة يعني سواء عند الانجلر او الك عادي. questions بالضبط. dynamically ليش تسوي dynamic؟ لا هاي القضية في اليونت تيست اللي انت بتسوي تيستينج لداتا عارف شو هي وعارف شو المفروض تطلع منها. You expect a value بناء على الانبوت اللي انت بتعطيه. هو static input والoutput you expected. You assert انه الoutput زي ما انت بدك اياه, فلازم تكون عارف شو الانبوت عشان تو assert it. اذا كان dynamic مش هتعرف شو هو الانبوت, مش هتعرف شو هو الoutput. So that's it. استاذ ملاحظة عن فكرة انه اه ولا
هلا هو ممكن اه بس يفضل يفضل ان نفس الديفلوبر يكتبها وممكن طبعا يس بالضبط كل واحد مسؤول عن كودها بالضبط بالضبط That's it. Google, we actually have software engineer and software engineer in tests. So there is some separation sometimes. حتى مرات بيعملوا pair programming. You know, someone develops book to the test. We call it test driven development (TDD). Develops book to the test. It fills in front of you, and then you write the actual code عشان to make it pass. So في من الحالتين بس معظم الحالات بكتبوهم تنين مع بعض. Cool, thank you. Awesome. الابليكيشن بتكتبه انت في ال HTML وال CSS في الجافا سكريبت. اوكي زي ما حكينا طبعا الويب فيو بالنسبه لليوزر بتاخذ الفول سكرين. كمان اوكي كيف طيب انا ممكن اعمل اكسس على الديفايس؟ فعشان هيك ما بتلاقيهم بخبطوا ببعض. طبعا في اشي باللايبراري تبعت البوتستراب اللي هو نو ريسبونسيف بوتستراب، اذا كنت بدك الويب سايت تبعك ما يكون ريسبونسيف فيك تستخدمها وتعمل